إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نبقى مع الأمسية الدينية بصحبة الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حيث يجمعنا لقاء الإيمان في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة، ونحن في هذه الأيام الطيبات المباركات، نحن في أيام ذكر ودعاء واستغفار وإطعام وصلة أرحام، فما أجمل أن نلتف حول مائدة القرآن الكريم نتلو آياته ونستخرج من بين الآيات البينات الدروس المستفادة التي من خلالها نصحح الخطى بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، المتحدث معنا في هذه الأمسية فضيلة الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي، إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة، والمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. أما البداية فمع فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت في تلاوة قرآنية مباركة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل وأحسنوا، إن الله
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا
وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت في مستهل نقلنا لهذه الأمسية المباركة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في التلاوة السالفة من الدروس الكثيرة المتنوعة التي يجب على أبناء الأمة أن تنتبه إليها لتصلح الحال بينها وبين ربها تبارك وتعالى، أسمعتم إلى الآية الأخيرة في هذه التلاوة المباركة أيها الإخوة المؤمنون؟ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هل تريد أخي المسلم أن تكون من أهل هذه الآية؟ فجد وانشط وجدد النية بينك وبين الله سبحانه وتعالى على إصلاح الحال والبال، وأن تكون من الذين يتسابقون في هذه الأيام الطيبات المباركات في الأعمال الصالحة التي تعود على الإنسانية جمعاء لكل خير وبركة.
نستكمل اللقاء أيها الإخوة المؤمنون ونستمع إلى هذه الكلمة التي يلقيها فضيلة الأستاذ الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة النفيسة رضي الله تعالى عنها في القاهرة. الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره، وما دامت الآخرة إلا بعفوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، لا راد لفضله، ولا معقب لقضائه ولأمره، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، فاللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وارض اللهم عن صاحبة هذا المقام، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، ونحن في هذه الأيام المباركات يجب على الإنسان منا أن يتعلم درسا. هذا الدرس في هذه الأيام لكي لا يضيع العمل، لأنك قد تصلي وقد تصوم وقد تحج وتفعل فعلا صغيرا ويذهب صيامك ويذهب قيامك ويذهب حجك وأنت لا تدري. فها هي امرأة لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، امرأة تصلي وتصوم وتفعل كل شيء ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، هل نفعها ذلك العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار والعياذ بالله. وسئل عن امرأة لا تصلي إلا المكتوبات ولا تؤدي إلا ما فرضه الله عليها ولكنها تحسن إلى جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فيجب على الإنسان أن يحتاط من لسانه. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمرض سعد بن عبادة ذهب إليه وبكى بجانبه، فلما رأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكاء النبي بكوا بكاء شديدا. وانظر إلى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تقف. لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الأمر خطير. فقال: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ فبكلمة واحدة تتزوج، بكلمة واحدة تطلق، بكلمة واحدة تدخل في الإسلام، بكلمة واحدة والعياذ بالله تخرج من الإسلام، بكلمة واحدة تصلح بين زوجين، بكلمة واحدة تفسد بين أمم. لذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك جاء عقبة بن عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من نجا؟ كلنا يريد النجاة. أنت تريد أن تنجو، وأنت تريد أن تنجو،
وأنت تريد أن تنجو يا رسول الله من نجاه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. انظر إلى إنسان قال كلمة واحدة، انظر إلى ما أعده الله عز وجل له من العذاب الأليم. رجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر، أليست هذه كلمة؟ انظر إلى ما أعده الله له، قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. اسمع، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أليست هذه كلمة؟ انظر، قال الله: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. لذلك عقب الإمام النسفي رحمه الله تعالى فقال: إذا ذم الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، ابتلاه الله بعشر خصال مذمومة. حينما قال الرجل أنه ساحر قال الله عنه: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. عقب الإمام النسفي فقال: من ذم النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله بعشر خصال مذمومة، وكذلك من صلى على النبي صلى الله عليه عشرا. لذلك لا بد للإنسان أن يعقل ما هو الكلام الذي يتكلم به، هل هو في ميزان حسناته أم في ميزان سيئاته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. لذلك أيها الأحبة الكرام، حينما تسمع هذا الثواب وتنظر إلى الناس يتكلمون الكلام الذي ليس له قيمة ويقول لك احنا بنضيع وقت، يا أخي ضيع وقتك في هذه الكلمات الطيبة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا من تضيع وقتك هباء وستحاسب عليه أمام الله، علم لسانك أن يقول الخير، علم لسانك أن يخرج منه الكلمة الطيبة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لذلك أيها الأحبة الكرام، ونحن في هذه الأيام ونضيع أوقاتنا فيما لا يرضي الله عز وجل، تعالوا لنشمر عن ساعدنا ولنبدأ بداية جديدة، ولنعقل ماذا نتكلم. هل هذه الكلمة التي تخرج من لساني هي في ميزان حسناتي أم في ميزان سيئاتي؟ فإن كانت في ميزان حسناتي أقولها، وإن كانت في ميزان سيئاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ونهنئ أمتنا بهذا العيد المبارك الذي نسأل الله عز وجل
أن يهله علينا باليمن والخير والبركات، وأن يسعدنا دائما وأبدا، وأن يرزقنا حج بيته الحرام، ونسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجتهم. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، ووحد على الحق كلمتنا، وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واهد شبابنا. اللهم استر نساءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الأستاذ الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي، إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة. ومن خلال خواطره الإيمانية أطلعنا على ما يجب على المسلم أن يكون أمينا على جوارحه، هذه الجوارح التي سوف تشهد عليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم وركز كثيرا كثيرا على اللسان. فلسان الإنسان هو أمير جوارح الإنسان. أيها الإخوة، ما أجمل أن نستغل هذه الأيام الطيبات المباركات في الذكر والاستغفار والتسبيح لله سبحانه وتعالى. نستكمل اللقاء وأتساءل مع نفسي، ماذا لدى مبتهل هذه الليلة من خواطر إيمانية ونحن في هذه الأيام الطيبات المباركات؟ نختم بهذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. لبيك يا رباه رددها الورى شوقا إليك إجابة لنداك. لبيك يا شوقا إليك إجابة لنداك. لما أمرت الخل أذن فيهم بالحج، جاءوا طالبين رضا. لما أمرت الخل أذن فيهم بالحج، جاءوا طالبين رضاك. متجردين فما لهم إلاك. خلعوا المتاع مع الثياب وأقبلوا متجردين فما لهم لبيك يا غفار. لبيك يا غفار
سواك. لبيك يا غفار فاغفر ذنبنا. من يغفر الذنب العظيم سواك؟ إياك نعبد نستعين، وإننا نرجوك يا جئناك نرجم بالتقى شهواتنا. إبليس والدنيا ومن عاداك. جئناك نرجو رحمة ومثوبة وكرامة يا رب، ما أغناك. جئناك نرجو محو كل ذنوبنا. جئناك نرجو محو كل ذنوبنا. فالجود كل الجود في يمناك. جئنا لنذكر سعي هاجر أمنا، تخشى على الطفل الرضيع هلاكا. جئنا لزمزم نرتوي برحيقها. يا ماء زمزم روينا بحلاك، ولنا بإبراهيم أعظم عبرة، ولنا بإبراهيم أعظم عبرة وفداء إسماعيل من علياك. جئنا نزور نبينا وعلينا
حبيبنا من كان بالقلب النقي يراك. جئنا نزور نبينا وحبيبنا من كان بالقلب النقي يراك. جئناك نرجو أن توحد شملنا ليعود من ضلوا طريق هداك. وإليك في جنح الدجى دعواتنا ما خاب عبد في الدجى ناجاك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا. نعم أيها الإخوة المؤمنون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الكلمات الطيبات هي التي يصدح بها المؤمنون الصادقون في هذه الأيام الطيبات المباركات، وهم يحتفلون بهذه الأيام ولسان حالهم: اللهم أعد علينا مثل هذه الأيام بكل خير وبركة. فإن كنا أيها الإخوة بدأنا هذا الموسم الكريم للتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وقد أتم الله النعمة على عباده الذين كتب الله لهم حج بيته هذا العام، ها هم يستعينون بربهم في استكمال مناسكهم تأسيا وحبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا في مصر الحبيبة وفي كل مكان من أرض الإسلام يشاركهم بهذا النشيد الواضح الذي كله ذكر وثناء لله وعلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، مفتتما بها هذه الأمسية التي شرفنا بنقلها من هذه الرحاب الطاهرة
من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة، على أمل اللقاء في أمسية جديدة إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، أحييكم أحمد نجم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.